ما حكم الربا في حالة الضرورة كمن يعلل الضرورة في بناء منزل أو علاج مريض؟ لا ضرورة هنا، والربا محرم، يمحق الله الربا ويرجو الصدقات، اجتنبوا السبع الموبقات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. فالربا لا يجوز له أن يستعمله، والمريض يشفي الله سبحانه وتعالى، والبيت ييسر الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. وجاء أيضا كما في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه.